سنة 1599 كتب الأديب العالمي ويليام شكسبير مسرحية يوليوس قيصر، وهي مأخوذة من قصة حقيقية وفيها عبارة شهيرة تكررت على مدى العصور، وهي حتى أنت يا بروتوس. وفي العبارة مرارة، لأن بروتوس هو الشخصية الرئيسية في اغتيال يوليوس قيصر بطعنة فيه. كان بروتوس آخر شخص يتوقعه قيصر أن يفعل ذلك إذ أحبه جدا. عنوان فكرتي النهاردة طعنة في ظهري. الخيانة هي كسر العهد والاتفاق ما بين طرفين، يخطئ أحدهم في الآخر فيصير خائنا له. والحقيقة أن الخيانة أنواع، وكل نوع أصعب من الآخر. سؤالي، هل اكتست أو بتجتاز الآن واحدة من أنواع الخيانة دي؟ يا ترى جربت الشعور بالخيانة؟ هل جرح قلبك أحدهم؟ ممكن توصف لي مشاعرك؟ لكن خليني أحكي معاك على أقدم خيانة في التاريخ. يتفق معظم الناس أنه لما خلق الله الإنسان أقام معاه عهد أنه يصير الإنسان نائبا على الله في الأرض، أعطى حق التفويض والإدارة، إذ منحه سلطان على كل المخلوقات. وفجأة تجاهل الإنسان كل الخير والنعم اللي عايش فيها، وقرر وبإرادته أنه يخون الله ويكسر العهد. وكانت الخطية هي السبب في كسر العهد، لأن تعريف الخطية هي فعل إرادي ضد الله. يقول داود النبي: لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت. ما أبشع الصورة، إذ أن خطية الخيانة تعني أنني أتعدى على الله. يقول الكتاب: كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي. والحقيقة أن المشكلة أن الإنسان أصبح في ورطة كبيرة، ببساطة لأن خيانته ضد الله الغير محدود، والخيانة لها تمن. ده من ناحية. ومن ناحية تانية، الإنسان محدود لا يستطيع دفع تمن خطيته ضد الله الغير محدود. كان الحل الوحيد إن الله الغير محدود ياخد المبادرة ويعالج خطيتي وخيانتي. أتى السيد المسيح إلى عالمنا وفصل التاريخ إلى ما قبله وما بعده عشان يحقق في صليبه حل لهذه الورطة. يقول الكتاب عن السيد المسيح أن فيه الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما، أي تقابل فيه. فيدفع الرب يسوع على الصليب بدلا مني تمن خيانتي، وهو ده الحق والعدل. ويغفر لينا خيانتنا، لأن هي دي الرحمة، لأنه بيحبنا. ويصنع عهدا جديدا بيننا وبينه، إذ يقول الكتاب: لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. أعزائي، إن عبارة التاريخ يعيد نفسه عبارة حقيقية، إذ ما فعله بروتوس ضد سيده قيصر هو تكرار لما فعله يهوذا مع سيده يسوع، إذ باعه بثلاثين من الفضة. وسؤالي الآن، هل يعيد التاريخ نفسه معاك ومعايا؟ هل نظل نخون سيدنا وإلهنا؟ إن علاج الخطية هو في إدراكي لخيانتي واتخاذ قرار باحتياجي أن أتبع ذلك الرب القدير الذي دفع ثمن خيانتي على الصليب وقام من بين الأموات، وبيقدم لي النهاردة فرصة تانية لعهد جديد. فهل تقبل دعوته وتقبل إليه؟ كم مرة أنا خنت عهدي وقلت أعيش لوحدي ورجعت البيت من تاني ألقى حضنك مكاني لسه مفتوح بيسعني. وكتير قلت بحبك وإيديا بتطعن جنبك، صوتي تجرح قلبك ولقى نفسي خذلتك و
ورجعت وهبني عفواك. وفي كل مرة أرجع ألمس إيدك بترفع تغفر لي تنسى الماضي عن كل ذنب تصفح تبلع عهود جديدة تضمن نصرة أكيدة. معك رب المجيد وعجب قلبي جديد ضعفي في ايدك قوة وهزمتي تبقى نصرة. معك لي يا رجاء مش راح ادور تاني على غيرك يداويني دم الصليب فداني هو وحده يشفيني. غالب ترفعني عالي فوق ضعفي وتقويني يا يسوع يا يسوع.